ضيفي عبر اللايف فيو امام كاميرات الحياة اليوم الان هو نيجل توبينج. نيجل هو الرجل المتخصص او الاستاذ المتخصص او رائد المناخ البريطاني، وهو كان المتخصص واللي كان ماسك مؤتمر الاطراف لاتفاقية التغير المناخي الكوب 26 اللي كان معمول في جلاسكو واللي راح حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن هذا الرجل تولى هذا المنصب سنة 2020 وبدأ ان هو يتعامل مع العالم ومع الاطراف المعنية وغيره. طب مين الذي سيتوافق معاه ومين الذي هيكون في مقابله؟ هنا انتم تتحدثون على الدكتور محمود محيي الدين الذي سيكون هو الرائد القادم، وهم الآتي على اتصال مع بعض وبيتوافقوا مع بعض، وحنشوف رأي هذا الرجل ايه في الكوب 27 القادم عبر اللايف فيو. الاستاذ نايجل توبينج مساء الخير واهلا بيك في الحياة اليوم. مساء الخير، السلام عليكم. It's a pleasure to be with you. انا سعيد بوجودي معكم ومساء الخير عليكم. كيف تتم المباحثات بينك وبين الدكتور محمود محيي الدين الان واستعدادا للكوب 27؟ نحن نعمل بجانب بعضنا، كنا نعمل طويلا لسنوات، وبالتالي مهمتي هو العمل مع كل شخص يمثل الحكومات او في مجال الاعمال والاستثمار والبنوك والمؤسسات والكيانات العالمية حول العالم، وبالتالي نحن نركز بشكل جيد على خطوات تنفيذ مؤتمر المناخ 27 سواء في افريقيا وفي العالم، ومن ثم نحن نستمتع بالعمل مع دكتور محمود الدين واتعلم منه الكثير ايضا. هل تتوقع ان يخرج كوب 27 بنتائج مختلفة اكثر فعالية عن كوب 26؟ أعتقد أن مؤتمر مناخ 27 ما يبني على ما تم إنجازه في كوب 26، وبالتالي خاصة مع دخول القطاع الخاص في مبادرات جدية، وبالتالي نبني على ما أنجزناه وحققناه في مؤتمر المناخ 26، ولكي نحقق كل الوعود التي طرحناها آنذاك لكي تكون على أرض الواقع ومواجهة كل التحديات، وفيما مجال الطاقة ايضا. وبالتالي هناك العديد من الناس الاذكياء العاملين في يوما كل يوم اجل اكتشاف وعمليات التمويل وتحقيق برامج ناجحة من اجل تنفيذها على ارض الواقع في مصر. ما هو مدى التعاون ما بين بريطانيا والقاهرة او لندن والقاهرة لتنظيم مؤتمر الكوب 27 والتعاون بينهم على إنجاح النسخة القادمة من المؤتمر؟ هناك مستوى على الرئيسين ومستوى حكومي، وبالتالي يتم نقل الرئاسة إلى من جلاسكو إلى مصر للمرة الأولى. هذه عملية التحول التي تم مناقشتها بين الحكومتين، وعلى مستوى عالي جدا الدكتور محمود وأنا نعمل بصورة متقاربة من أجل مشاركة الآراء، ونركز على كيفية الدعم والتمويل من القطاع الخاص والمؤسسات والحكومات لهذا المؤتمر، ونتحدث أيضا عن الظروف الاقتصادية ومع الرئاسة المصرية وحول العالم وفي سانتياغو وفي العديد من دول العالم من أجل أن نفعل كل هذه القارات في الماضي، وأن تكون هناك مشروعات ذات تمويل ربما محدود ثم أكثر فأكثر. وبالتالي أنا على يقين بأن كوب 27 سيكون ناجحا وخلال ربما 60 يوما القادمة والاستعداد الجاد له. رأيك في تصريحات جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، والتي كانت منذ يعني وقت قليل جدا وقصير في المنتدى اليوم، وهي رسائل مختلفة ويتوقع نتائج قوية من مؤتمر شرم الشيخ؟
جون كيري من أكثر الناس ذوي الخبرات كبيرة وأيضا في الاتفاقيات في الماضي كان عاملا أساسيا. هو تحدث أنه لا يجب أن ننسى 20 دولة هي المسؤولة عن 80% من الانبعاثات، ربما إفريقيا مسؤولة عن نسبة قليلة جدا، ومن ثم يجب أن يكون هناك تعاون وتلاصق بين كل دول العالم من أجل أن تحقق كل الوعود وأن تبذل كثيرا من العمل وأن تقوم بتحويل مليارات من الدولارات من أجل الاستثمار في المناخ وبالتالي في مجال تحلية مياه البحر أيضا وفي البناء وفي العديد من المشروعات الأخرى.